كنتمنوا ان هذا المهرجان الفتي ديال الدار البيضاء اللي عمره يعني يلاه بدا في الدورات ديالو الاولى، ربما هذه الدوره الثالثه ولا الرابعه، ولكن كل سنه كياخذ واحد المجال اوسع، وربما كياخذ واحد الصبغه خاصه ديالو، ان ستيل فري كازابلانكي. الدار البيضاء اللي كتمتاز يعني بالتنوع الفكري ديالها واتجاهات متعاكسة بعض المرات إلى آخره، فكتبلور في هذا البرنامج فنيا وفي العروض دياله إلى آخره. فاحنا هنا فنانين ديال الدار البيضاء كنحاولوا نكونوا موجودين وندعموا هذا المهرجان إن شاء الله وتكون عنده أبعاد أكثر. البيضاويين خصهم يمتثلوا كجمهور متلقي للفن بشتى أنواعه ويتفاعلوا معه، باش يبقى دائما عندنا جمهور شفاف للفكر الراقي، للإبداع، للتطور الفني، للبعد الجمالي. وهادشي كله الفنانين كيحاولوا يعني يقدموه في ظل هذا المهرجان هذا إن شاء الله.